بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في محافظة البحيرة، مديرية التربية والتعليم بدمنهور، مدرسة ناصر الثانوية الزراعية. أنا اسمي ميرفت حسن محمد بيومي، مدرسة بقسم البيولوجي وأمراض النبات بالمدرسة. أهلا وسهلا بحضراتكم في الترم الثاني. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع حضراتكم دروس الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الزراعي فرع النبات. بنرحب بحضراتكم في بداية الفصل الدراسي الثاني، نتمنى أن يكون سهل وبسيط، نتمنى لحضراتكم التوفيق وإن شاء الله تكون الدروس بسيطة وسهلة. وأول درس هنبدأ مع حضراتكم فيه هو درس إيه؟ درس الزهرة في النبات. طبعا كتير مننا بيشوف الأزهار وبيروح يتفسح في أماكن فيها أزهار، بنتهادى بالأزهار لكن ما نعرفش تركيب الزهرة. لو احنا جينا نبص مع بعض كده للأزهار، في زهرة بمبة، في زهرة حمراء، في زهرة بيضاء. سبحان الله، يعني ربنا خلق الأزهار على مختلف الأشكال، وطبعا دي من نعم ربنا علينا. فالنهارده إن شاء الله هندخل جوه الزهرة دي ونشرحها ونشوف تركيبها ايه. فأول حاجة هنبدأ نعملها هنعرف الزهرة. يبقى أول حاجة هنبدأ مع حضراتكم فيها إن أنا أعرف يعني إيه الزهرة، يعني إيه الوردة الحلوة اللي أنا بشوفها دي. الزهرة هي عبارة عن ساق قصيرة، عبارة عن ساق قصيرة، إحنا خدنا الساق في الترم الأولاني. طيب، متحورة عشان تأدي وظيفة مهمة اللي هي إيه؟ التكاثر الجنسي، عشان تأدي وظيفة اسمها التكاثر الجنسي. طيب، بتحمل أوراق متخصصة اسمها الأوراق الإيه؟ الأوراق الزهرية. يبقى الزهرة هي ساق قصيرة اتحورت عشان تأدي وظيفة اسمها التكاثر الإيه؟ التكاثر الجنسي. إحنا قلنا قبل كده في التكاثر لو أنا زرعت البذرة بسميه تكاثر جنسي، طب لو زرعت جزء تاني من النبات غير البذرة بسميه تكاثر خضري. طيب، إيه اللي هيكون لي الجذرة البذرة دي بتتكون إمتى بقى؟ بتتكون في عملية التكاثر الإيه؟ الجنسي. تمام؟ طيب، نعرف تعريف تاني بقى للبذرة للزهرة. الزهرة هي إيه؟ هي عضو التكاثر الجنسي. هي عضو التكاثر الجنسي، يبقى لما يجيلي في الامتحان يقول لي عارف الزهرة؟ أقول له هي عضو التكاثر الجنسي في النباتات الإيه؟ الزهرية، في النباتات الزهرية. طيب، مسؤول عن تكوين إيه؟ عن تكوين الثمار والإيه؟ والبذور. في عمليتين مهمين اسمهم عملية التلقيح وعملية الإخصاب، هناخدهم برضو الترم ده بإذن الله، يعني في الحصة اللي جاية أو اللي بعدها. تمام؟ طيب، بتنشأ الزهرة دي منين بقى؟ منشأ الزهرة، احنا خدنا البراعم في الترم الاولاني، قلنا ان في براعم طرفيه وبراعم ابطيه. لو الزهره نشات من برعم طرفي بسميها زهره ايه؟ زهره طرفيه، زي نبات الخشخاش. طيب، لو ظهرت معايا او لو نشات من برعم ابطي بسميها زهره ايه؟ ابطيه، زي ازهار العائله الخبازيه. تمام؟ طيب، عاده بتخرج الزهره الابطيه دي من ورقه تسمى القنابه. تسمى ايه؟ القنابه. يبقى لما يجي لي يقول لي ايه هي القنابه دي؟ اقول له هي عباره عن ورقه بتخرج من ابطها ايه؟ الزهره. تمام؟ طب وظيفتها ايه؟ عشان بتيجي برده في الامتحان يقول لك من وظائف القنابه نقط ونقط ونقط. طيب، وظيفتها حمايه البرعم الزهري، يبقى من وظائف القنابه حمايه البرعم الايه؟ الزهري. تمام؟ ايه كمان؟ تقوم بعمليه التمثيل الضوئي، تقوم بعمليه التمثيل الضوئي. كمان ملونه وشكلها حلو عشان تجذب الايه؟ تجذب الحشرات، وتؤكل كما في قنابات الايه؟ الخرشوم. يعني لها اربع فوائد القنابه نخلي بالنا منها. يبقى احنا عرفنا الزهره وقلنا هي عضو التكاثر الجنسي في النبات، برده القنابه من وظائفها حمايه البرعم الزهري وتقوم بعمليه التمثيل الضوئي، كمان ملونه وحلوه وشكلها جميل عشان تجذب الحشرات، وبتؤكل كما في قنابات الايه؟ نبات الخرشوم. تمام؟ يبقى احنا بعد كده خدنا تعريف الزهره وخدنا تعريف القنابه ووظائفها. هنخش بقى على تركيب الزهره. تركيب الزهره الحلوه الجميله البامبي والحمراء الحلوه اللي احنا بنبعتها لبعض في الفالنتين وفي عيد الام والكلام ده. بس ما دخلناش جوه الزهره دي وشرحناها. لو دخلنا جوه الزهره دي وشفنا تركيبها هنبص نلاقي الزهره دي عباره عن اجزاء الزهره بسميها محيطات زهريه. طيب،
في حاجات زياده عند الزهره اللي هي العنق. لو انا مسكت زهره كده مع حضراتكم وبصينا عليها هنلاقي الجزء ده هو بسميه العنق، كلنا طبعا عارفينه، هو جزء ايه؟ جزء اسطواني كده بينتهي بجزء منتفخ اسمه ايه؟ اسمه التاج. يبقى لو جينا نبص مع بعض كده هنلاقي الزهره عباره عن الجزء ده بسميه عنق الزهره، تمام؟ زي برضو ما احنا شايفين هنا كده العنق اهو، العنق جزء اسطواني اهو رفيع ولونه اخضر قدام حضراتكم اهو. ايه تاني؟ دخلنا على جزء منتفخ شويه كده بسميه ايه؟ بسميه الايه؟ التخ. بسميه التخ. يبقى نيجي نبص هنا برضو، التخ ده اهو بينتهي العنق بجزء منتفخ اسمه التخ. التخ ده هو اللي شايل الاجزاء الزهريه او المحيطات الزهريه. طيب اول محيط هنبدا فيه اللي هو لونه اخضر هنا ده اللي هو اسمه ايه؟ اسمه الكأس. طب نبص هنا على الرسمه كده، لونه اخضر اهو جميل اهو، اسمه ايه؟ اسمه الكأس. طيب الكأس ده اوراقه اسمها ايه؟ اسمها سبلات. يبقى الورقه الخضراء اللي انا طلعتها ده قدام حضراتكم ديت اسمها سبله. اسمها ايه؟ اسمها سبله. يبقى الكأس اوراقه تسمى سبلات. طب عشان يا ابله تبقى سهل عليا، انا الكأس فيها سين وسبلات فيها سين، يبقى اوراق الكأس تسمى سبلات. الكأس س سين وسبلات سين، تمام؟ طيب وظيفته ايه بقى الكأس ده؟ وظيفته حمايه اجزاء الزهره. لو انا بصيت هنا كده هلاقي محوط على اجزاء الزهره كده، محوط عليها وحاميها اللي هو ايه؟ الكأس. يبقى الكأس اول محيط في الزهره ولونه اخضر واوراقه اسمها سبلات ووظيفته حمايه اجزاء الايه؟ الزهره. المحيط اللي بعد كده اللي هو الملون الحلو الجميل ده اهو ممكن يبقى احمر، ممكن يبقى بامبي زي الزهره دي، ممكن الاقيه بامبي، ممكن الاقيه لون تاني، تمام؟ يبقى مش واحد ما يقوليش التويج لونه احمر، لا ده حسب لون الزهره، ممكن يبقى لونه احمر، ممكن لونه بامبي، ممكن ياخد اي لون حسب لون الايه؟ الزهره. يبقى تاني محيط في المحيطات الزهريه اللي هو ايه؟ اللي هو التويج. طيب التويج ده اوراقه ملونه، يبقى خلاص انا مش هقول احمر ولا اخضر ولا اي لون، هقول اوراقه ملونه، اوراقه ايه؟ ملونه. طب اسمها ايه؟ اهي لو احنا بصينا مع بعض كده اوراقه ملونه، هنا صفراء، طب معايا في ايدي بامبا، طب معايا هنا حمراء، يبقى بياخد اي لون حسب لون الايه؟ الزهره اللي عندي. طب الورقه الحلوه الجميله دي اسمها ايه؟ اسمها بتله. اسمها ايه؟ اسمها بتله. يبقى التويج ت والبتله ت، يبقى التويج اوراقه تسمى بتلات. طيب وظيفتها ايه الحلوه الجميله دي؟ شكلها جميل وريحتها حلوه عشان تجذب الايه؟ تجذب الحشرات. طب هتجذب الحشرات ليه؟ عشان يتم التلقيح الخلطي، هناخدوه برده قدام، تمام؟ هنكمل مع بعض كده وهنكمل المحيطات الايه؟ الزهريه. احنا قلنا الكأس اوراقه اسمها سبلات والتويج اوراقه الملونه الحلوه دي اسمها ايه؟ بتلات. طيب وظيفته ايه؟ قلنا جذب الحشرات عشان يتم التلقيح الايه؟ الخلطي. هنخش على المحيط الثالث اللي هو الطلع. الطلع هو عضو التسكير في الزهره، هو عضو التسكير في الايه؟ في الزهره. اما المتاع اللي هو ده اهو اسمه عضو الايه؟ التأنيس في الزهره. طيب لو جينا نبص كده للطلع والمتاع، لو جينا نبص هنا كده هنلاقي الطلع اوراقه اسمها اسديه، يعني لو مسكت واحده كده هسميها سودان، هسميها ايه؟ سودان. طب السودان دي عباره عن ايه؟ عباره عن خيط رفيع كده، عباره عن خيط ومتق، المتق ده جواه حبوب الايه؟ اللقاح. يبقى السودان هي من الطلع اللي هو عضو التسكير وعباره عن خيط ومتق، خيط رفيع اهو والمتق اللي هو فيه حبوب الايه؟ اللقاح، تمام؟ طيب نيجي نبص بقى للمتاع. المتاع ده هو عضو التأنيس في الزهره. طيب بيتكون من حاجه اسمها الكرابل، بيتكون من ايه؟ من كرابل. طب الكربله دي عباره عن ايه؟ الكربله دي عباره عن ثلاث اجزاء، ها، ميسم وقلم وايه؟ ومبيض. يبقى السودان جزئين بس، خيط ومتق، اما الكربله ثلاث اجزاء اللي هي ميسم وقلم وايه؟ والمبيض، تمام؟ يبقى احنا هنا عندنا الزهرة لو احتوت على الأربع محيطات اللي احنا قلناهم دول بسميها زهرة كاملة، بسميها زهرة ايه؟ زهرة كاملة. طيب نبص للمحيطات، احنا خدنا الكأس وخدنا التويج، الاتنين دول بسميهم المحيطات الغير أساسية في الزهرة، دول محيطات غير أساسية، إنما الطلع والمتاع بسميهم المحيطات الإيه؟ الأساسية، لأنهم هم دول اللي مسؤولين عن تكوين الإيه؟
البذور، وهم دول اللي بيخشوا في عمليه الترقيق والايه؟ والاخصاء. تمام؟ يبقى احنا عندنا الزهره اربع محيطات، اثنين غير اساسيه واثنين اساسيه. اثنين غير اساسيه كاس وتويج. الاساسيين اللي هم الطلع والبتاع، لانهم مسؤولين عن عمليه الترقيق والايه؟ والاخصاء وتكوين البذور. لو احتوت الزهره على اربع محيطات كاس وتويج وطلع ومتاع بسميها زهره كامله. طيب لو الزهره فيها الطلع والمتاع بسميها زهره خنثى. زهره ايه؟ خنثى. يبقى اذا احتوت الزهره على اعضاء التسكير اللي هو الطلع والتأنيس اللي هو المتاع بسميها زهره ايه؟ زهره خنثى. طيب لو احتوت على الطلع فقط اللي هو عضو التسكير فقط بسميها زهره مذكره. طيب لو فيها عضو التأنيس فقط اللي هو المتاع بسميها زهره مؤنث. بسميها زهره ايه؟ مؤنث. تمام؟ طيب يبقى احنا كده زي ما احنا شايفين اهوت، ده عباره عن سودان. ده عباره عن ايه؟ سودان. اللي هي فين؟ اللي هي من مكونات الطلع، اللي هي عباره عن خيط وايه؟ ومتج، زي ما حضراتكم شايفين كده، المتج جواه حبوب اللقاح. هنا الميبيض الزهره اهوت، وجواه الايه؟ وجواه البويضه. تمام؟ طيب نخش بعد كده على الوضع المشيمي للايه؟ للزهره. طيب نبص الاول على الزهره المذكره والزهره المؤنثه والزهره الخنثى. زي ما قلنا اهو، الزهره المؤنثه لو احتوت على الطلع على المتاع، اهي الزهره بقول عليها زهره مؤنثه لو فيها المتاع فقط. لو فيها المتاع ايه؟ فقط. اهو عباره عن ميسم وقلم والميبيض اهو، دي زهره مؤنثه. طب الزهره المذكره ها عباره عن ايه؟ اهي مش موجود فيها المتاع، وموجود فيها ايه؟ الطلع اللي هو الخيط والمطر. تمام؟ الزهره الخنثى فيها الاثنين، فيها الطلع اهو وفيها المتاع. تمام كده؟ طيب يبقى هنا الزهره الكامله فيها كل المحيطات كاس وتويج وطلع ومتاع، الخنثى فيها طلع ومتاع، المذكره فيها الطلع فقط، المؤنثه فيها المتاع فقط. طيب لو الزهره ها الزهره بسميها او النبات بسميه وحيد المسكن لو احتوى على الازهار المذكره والمؤنثه على نفس النبات. يبقى لو النبات فيه الازهار المذكره والمؤنثه بسميه ايه؟ نبات وحيد المسكن. نبات وحيد الايه؟ المسكن. زي نبات الذره، اشهر مثال لنبات وحيد المسكن نبات الذره. تمام؟ مع طبعا العائله الفرعيه والخروع، دي برضو نباتات وحيده المسكن، بس اشهر مثال اللي هو نبات الايه؟ نبات الذره، نبات وحيد المسكن. نيجي نبص للنباتات ثنائيه المسكن اللي هي الازهار المذكره على نبات والمؤنثه على نبات، اشهر مثال عليها اللي هو ايه؟ نخيل البقع. نخيل الايه؟ البقع. تمام؟ طيب هنبص هنا بقى لنوع الزهره ووصف الزهره وناخد عليها مثال. اول حاجه عندي ها التناظر في الزهره، ده التناظر في الزهره. في عندي زهره عديده التناظر، زهره عديده التناظر. لو جيت انا كده اخد قطاع في الزهره، اعمل قطاع في الزهره في اي مكان في الزهره. لو انا تخيلت ان الزهره دي عباره عن دايره وانا بعمل فيها قطاع، كل ما اعمل فيها قطاع يديني نصين زي بعض. كل ما اعمل فيها قطاع يديني نصين ايه؟ زي بعض. يبقى اي محور يتعمل في الزهره يديك نصين تيبيكال زي بعض بالظبط. يبقى هنا لو الزهره عديده التناظر هي اللي يمكن تقسيمها على نصفين متماثلين بقطاع طولي ايه؟ في اي اتجاه قطري. يبقى اعمل اي قطر في الزهره يديك نصين ايه؟ زي بعض. مثال عليها نبات القطن ونبات الورد. تمام؟ يعني احفظ لك على كل حاجه كده مثال. طيب زهرة وحيدة التناظر، وحيدة التناظر دي اللي هي ما اقدرش اقسمها غير بمحور واحد، يعني محور واحد بس هو اللي يقسمها لي لنصين، يبقى انا لو عملت محور واحد في الزهرة دي يديني نصين بس زي بعض، يبقى انا لو تخيلتها برضو بالمنظر ده كده وعملت فيها محور يقسمها لي نصين، اجي اعمل تاني لا ما يدينيش ايه؟ نصين زي بعض، يبقى اللي هي الزهرة وحيدة التناظر اللي يمكن تقسيمها لنصفين متماثلين بقطاع ايه؟ ها بقطاع طولي او في اتجاه قطري ايه؟ في اتجاه قطري واحد. زي نبات الفول ونبات البسلة. تمام؟ زهرة عديدة التناظر، اعمل محاور زي ما انت عايز، عمرها ما هتديك نصين زي ايه؟ زي بعض. دي بسميها عديمة التناظر. لا يمكن تقسيم الزهرة لنصفين متماثلين بأي قطاع. يعني ما بتدريش أي نصين متماثلين لو أنا عملت فيها أي قطاع زي نبات اللي هو نبات الكلب. تمام؟ طيب نبص هنا كده بعد كده انتظام الزهره، بقول على الزهره منتظمه او غير منتظمه. الزهره بقول عليها منتظمه لو اتشابهت فيها وحدات كل محيط في الشكل والحجم واللون. يعني وحدات كل محيط لو هي زي بعضها في الشكل وفي الحجم وفي اللون بسميها زهره منتظمه. طب لو وحدات كل محيط مختلفه عن بعضها بقى ولا
شكل بعض في الشكل ولا في الحجم ولا في اللون، بسميها زهرة غير منتظمة. تمام؟ طيب نبص بعد كده بقى للأزهار أو نظام وضع المحيطات الزهرية على التخت. نظام وضع المحيطات الزهرية على التخت. ساعات يقول لك الزهرة دي علوية، الزهرة دي سفلية، ازاي بقى بتيجي الموضوع ده؟ لو أنا عندي المحيطات الزهرية، أنا عندي التخت ممكن يكون مقعر أو ممكن يكون محدد. احنا خدنا المرايا والعدسات في الإعدادي، قلنا السطح المحدد بيبقى يشبه المنظر ده اللي أنا رسماه ده كده، والسطح المقعر بيشبه اللي ده. لو أنا عندي المتاع، ها المتاع علوي، ها وموجود فوق التخت المحدد ده، لو التخت محدد والمتاع موجود عليه علوي في اعلى التخت، بتخرج المحيطات الزهريه منين؟ من اسفل المتاع. يبقى لو المتاع علوي يبقى المحيطات الزهريه ايه؟ ها سفليه. يبقى هنا اللي عندي الزهره اقول عليها زهره علويه اهي، بيكون فيها التخت مقعر والمتاع في قاعه اهي. التخت اهي، خلينا في الزهره العلويه اهي، بيكون التخت مقعر بالمنظر ده والمتاع فين؟ والمتاع في قاعه. تمام؟ طيب بتخرج المحيطات الزهريه في مستوى ايه؟ في مستوى اعلى من مستوى المتاع. يبقى المتاع هو اللي في اسفل، يبقى المحيطات الزهريه فين؟ في اعلى. يبقى الزهره علويه المتاع بتبقى زهره سفليه. تمام؟ يبقى هنا المتاع اهو، المتاع في اسفل الزهره اهو، ماشي، المتاع التحت مقعر والمتاع في قاعه، يبقى المحيطات الزهريه بتطلع من فوق، يبقى الزهره دي بسميها زهره ايه؟ ها زهره علويه، زهره متاع ايه؟ متاع سفلي. يبقى الزهره العلويه سفليه المتاع. نيجي بقى للزهره السفليه، ها بتبقى علويه الايه؟ المتاع. يبقى لما بتخرج المحيطات الزهريه من اسفل بيبقى المتاع ايه؟ علوي. يبقى الزهرة العلوية بتبقى سفلية المتاع، سفلية الايه؟ المتاع، والزهرة السفلية بتبقى علوية المتاع. تمام؟ يبقى هنا إذا قلنا أهو الزهرة السفلية يكون فيها التخت محدب، أه بالمنظر ده كده محدب، والمتاع في القمة، المتاع فوق في قمته، بتخرج المحيطات الزهرية أسفل الايه؟ ها؟ أسفل المتاع زي أزهار العائلة الخبازية. طب الزهرة بقى المحيطية، الزهرة المحيطية كله بيطلع من مستوى واحد. يعني بلاقي المحيطات الزهرية مع المتاع كلهم في ايه؟ في مستوى واحد، عشان كده بسميها زهرة ايه؟ محيطية زي أزهار العائلة الوردية. تمام؟ يبقى احنا كده خدنا الزهرة العلوية متاعها سفلي، الزهرة السفلية متاعها عكس بعض. الزهرة المحيطية بيبقوا كلهم في اتجاه ايه؟ أو في مستوى واحد. طيب زي ما حضراتكم شايفين كده الرسمة اهي اهي، دي زهره ايه؟ زهره علويه، المتاع في ايه؟ المتاع سفلي. تمام؟ الزهره ها العلويه متاعها سفلي. طب الزهره السفليه اهي، المتاع علوي والمحيطات الزهريه تخرج ايه؟ ها من اسفل. الزهره المحيطيه كلهم على ايه؟ اهو زي ما حضراتكم شايفين كده على ايه؟ مستوى واحد. تمام؟ طيب بعد كده نبص بقى ليه الوضع المشيمي للزهرة. الوضع المشيمي للزهرة هو ايه؟ لما يجي لي في الامتحان كده ويقول لي عرف الوضع المشيمي للزهرة. الوضع المشيمي للزهرة هو نظام وضع البويضات داخل المبيض. مش احنا قلنا المبيض جواه بويضات؟ اه. طب البويضات دي موجودة كده وخلاص؟ ولا ليها نظام وليها وضع؟ لا طبعا موجودة في نظام معين. يبقى اسمه ايه؟ اسمه الوضع المشيمي للزهرة. يبقى لما يجي لي في الامتحان يقول لي ما هو الوضع المشيمي للزهره او عارف الوضع المشيمي للزهره، اقول له هو نظام وضع البويضات داخل الايه؟ داخل المبيض، موجوده في نظام مش موجوده كده وخلاص. طب اول وضع هو الوضع الايه؟ الوضع الحافي، الوضع المشيمي الحافي. تمام؟ هو المبيض هنا بيتكون من كربله واحده، من كربله ايه؟ واحده. طيب بتترتب البويضات فين؟ على حافه المبيض. تترتب البويضات على حافه الايه؟ على حافه المبيض. بتترتب البويضات في صف واحد على حافه الايه؟ المبيض، زي نبات الفول ونبات البسله. يبقى لما يجي لي في الامتحان يقول لي الوضع المشيمي في الفول والبسله وضع ايه؟ وضع حافي، يعني بتترتب البويضات على حافه الايه؟ المبيض.
تمام؟ هنا الوضع المشين الجدلي ده تاني حاجة. ها بيكون المبيض مكون من ايه؟ من أكتر من كربلة، أكتر من ايه؟ من كربلة. طيب أنا اللي عايزاك تطلع من الكلام ده ايه؟ من يعني ما تقعدش مش عايزين لك كتير، احنا عايزين نعرف الوضع المشيمي وأمثلة عليه. الكلام اللي احنا بنقوله في النص ده يعني عشان نوضح المعلومة، بس حضرتك لما تيجي تذاكر تعرف الوضع المشيمي الحافي مثال عليه ايه؟ نبات الفول ونبات البسلة، تمام؟ هنا الوضع المشيمي الجدالي بيتكون من المبيض من أكثر من كربلة. طب البويضات بتبقى موجودة ازاي؟ بتبقى موجودة على جدار الايه؟ على جدار المبيض. طب مثال عليها ايه؟ نبات الخشخاش. نبات ايه؟ نبات الخشخاش. تمام؟ طب الوضع المشيمي المحوري. الوضع المشيمي المحوري بتبقى البويضات على المحور. الصورة دلوقتي هتيجي وهبيعها هعرفها لك هوريها لك. المبيض هنا متكون من أكثر من ايه؟ من كربلة بتلتحم حواف الكرابل دي تتقابل في مركز المبيض بتكون لي مشيمة. بتكون البويضات فين؟ بتكون البويضات على المحور زي ما تكون قاطع برتقانه كده بالنص وتشوف عليها ايه؟ البويضات دي. طيب بتبقى واضحه فين؟ في ازهار الموالح والبصل والبيتونيا. ازهر اوضح مثال عليها الموالح، وحتى بعرفها للطلبه اقول لهم الوضع المشيمي المحوري في الموالح. طيب بعد كده الوضع المشيمي المركزي بيشبه المحوري، بيشبه الايه؟ المحوري. طب هنا البويضات بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في المركز على المشيمه الايه؟ المركزيه. تمام؟ طيب زي ايه؟ زي نبات القرنفل المفرد، زي نبات القرنفل المفرد. الوضع المشيمي المركزي السائل، ليه سميناه هنا سائل؟ لأن هنا المحور مش واصل لقمة الايه؟ لقمة المبيض، عشان كده سميته مركزي سائب، زي القرنفل الايه؟ المجوز. تمام؟ يبقى احنا هنا هنبص اهوت على الرسمة. هنا قلنا المركز السائب زي ايه؟ القرنفل المجوز وزهرة الربيض. اخر وضعين اللي هو الوضع المشيمي القمي والقاعدي، الاثنين عكس بعض. المبيض هنا من كربله واحده او كربلتين، وهنا برضو كربله واحده او كربلتين. طب هنا البويضه، بويضه واحده هنا وبويضه واحده هنا. لو البويضه موجوده في قمه المبيض بسميه وضع مشيمي قمي، زي نبات البرقوق ونبات المشط. طب لو في قاعده المبيض بسميه وضع مشيمي قاعدي، زي نبات ايه؟ زي نبات نخيل الايه؟ البق. تمام؟ طب نبص مع بعض كده على الرسمه. ده الوضع المشيمي الايه؟ الحافي. اشهر مثال له نبات الايه؟ نبات البسله طبعا ونبات الفول. تمام؟ برضو قلنا على حافه الايه؟ المبيض البويضات. نبص هنا للوضع المشيمي القاعدي اهي. البويضه موجوده في قاعده المبيض. الوضع المشيمي القمي موجوده في قمه الايه؟ في قمه المبيض. الوضع المشيمي المركزي والمركزي السائل اهي. هنا البويضات موجوده في مركز المبيض، وهناك موجوده فين؟ المحور مش واصل لقمه الايه؟ المبيض. تمام؟ هنا الوضع المشيمي الجداري برضو قلنا البويضات على الجدار بتاع الايه؟ المبيض. تمام؟ المحوري اهو زي الموالح، الوضع المشيمي الايه؟ المحوري، البويضات في الايه؟ في المحور. يبقى احنا كده نحفظ لكل وضع مشيمي مثال عليه. تمام؟ طيب بعد كده هناخد بقى المسقط الزهري والقانون الزهري. طيب لو جيت انا اتكلم عن القانون الزهري، ايه القانون الزهري ده؟ هي الزهره دي لها قانون؟ طبعا لها قانون. القانون الزهري ده هو مجموعه رموز، شويه رموز اتفقت عليها الدول كلها اتفقت ايه؟ عليها. تمام؟ طيب بتعمل ايه الرموز دي؟ بتوصف لي الزهره بس باختصار. تمام؟ يبقى احنا لما نيجي في الامتحان يقول لي عارف القانون الزهري اقول له ايه؟ مجموعة من الرموز، مجموعة رموز اتفقت عليها الدول، يبقى متفق عليها دوليا. تمام؟ طيب محطوطة في صورة ايه؟ في صورة معادلة، زي المعادلات الرياضية كده، احنا عندنا في البيولوجي برضو معادلات. تمام؟ بتتكتب في صورة معادلة، طب بتعمل ايه المعادلة دي؟ بتوصف لي الزهرة بإيه؟ بس بصورة مختصرة. تمام؟ طيب ازاي بقى؟ لو انا جيت ابص كده كمثال للعائله الفراشيه، لو خدت نبات الفول من العائله الفراشيه وحبيت اكتب القانون الزهري بتاعه. طيب اول حاجه علامه في الميه دي يعني ايه بقى؟ يعني الزهره دي وحيده التناظر، وحيده التناظر. طب لو ما فيش علامه في الميه دي خالص، لو ما فيش اي حاجه هنا، هنا مبسوط خالص ما فيش حاجه خالص، تبقى الزهره دي عديده التناظر. طب لو علامه في الميه يبقى وحيده التناظر. طيب لو في دايره كده يبقى عديمه التناظر. تمام؟ يبقى هنا الزهره دي لو لقيت علامه في الميه تبقى الزهره ايه؟ وحيده التناظر. تمام؟ طيب علامه المذكر والمؤنث مع بعض،
لو الزهره مذكره بعمل علاء السهم، لو مؤنثه بعمل الخمسه وفيها الزائد. طب لو الاثنين مع بعض تبقى الزهره ايه؟ الزهره خمسه، يعني فيها الطلع والمتان. طيب الكاس اللي هو كام؟ بدل ما اقعد اقول الكاس بقى لونه اخضر ومتكون من سبيلات والكلام ده كله. لا ده انا ده قايل لي ايه؟ قال لي تعريفه باختصار. يبقى الكاس هقول له كاف، ده اسمه الكاس. تمام؟ طيب الخمس سبيلات اللي بيكونوا لي الكاس لو اتحطوا لوحدهم بيبقوا الخمس سبيلات سايبين بعض، مش ملتحمين. طب لو عملت عليهم قوس زي ده كده يبقى الخمس سبيلات ملتحمين، يعني ماسكين في بعض. الخمس سبيلات مالهم؟ ماسكين في بعض، ملتحمين مع بعض. طيب تاني حاجه التويج. التويج اللي هو تاني وحيد بعد الكاس، يبقى بدل ما اكتب التويج بكتب حرف التاء. تمام؟ ده الملون الحلو الجميل ده. طيب بيتكون من ايه؟ بيتكون من بتلات. طيب البتله واحد ومفيش قوس يبقى لوحدها. طب اتنين ومفيش قوس يبقى اتنين منفصلين. طب اتنين وفي قوس يبقى اتنين متصلين او ملتحمين. يبقى هنا عباره عن بتله مفرد وبعدين بتلتين منفصلين وبعد كده بتلتين ايه؟ ملتحمين. نيجي للطالع. زي ما احنا شايفين كده، هنشوف على الرسم الكلام ده دلوقتي. الطالع هو عضو التسكير بيتكون من تسع اجزيه ملتحمه وسوداه لوحدها. ثم المتاع، طبعا الشرطه دي تحت الميم يعني المتاع علوي، بيتكون من كربله ايه؟ من كربله واحده. وطبعا الودع المشيم احنا قلنا في الفول والبسله ايه؟ حافي، لسه قايلينها من شويه. الودع المشيم ايه؟ حافي. لو جينا نبص كده في الرسم، ها ده بسميه ايه بقى الرسمه دي؟ يبقى ده اسمه القانون اللي انا كاتباه ده اهو، ده اسمه الايه؟ القانون الذهبي. تمام؟ المعادله اللي انا عملتها دي. طب الرسمه اللي انا رسمتها دي اسمها المسقط الذهبي. اسمها ايه؟ المسقط الذهبي. يبقى لما يعرف او لما اجي اعرف المسقط الزهر اقول له هو ايه؟ هو عباره عن رسم تخطيطي. يبقى الرموز ده اهي اسمها قانون، لكن الرسمه نفسها بسميها مسقط. يبقى عباره عن رسم تخطيطي لقطاع عرضي في البرعم الزهري، بيوضح لي ايه؟ وضع المحيطات الزهريه بقى. خلاص؟ يبقى الرسمه دي اسمها المسقط الزهري، اما المعادله دي اسمها القانون الزهري. طيب نيجي نبص كده مع بعض، نشوف الكلام القانون ده اتحقق هنا على الرسمه ولا لا؟ طيب اول محيط خدناه كان الكاس، كان عباره عن كام؟ ها؟ عباره عن خمس سبيلات ملتحمه. نبص ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه، خمس سبيلات ملتحمه. تمام؟ طيب نخش على التويج، في بتله لوحدها وفي بتلتين منفصلين، ثم في اثنين متصلين او ملتحمين. تمام؟ يبقى كده الرسم زي الفل، بيعبر عن المعادله. نبص بعد كده للطلع، في تسع اجزيه ملتحمه. لو نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 اجزيه ملتحمه. تمام؟ طب اللي لوحدها دي واحده لوحدها هي مش ملتحمه معايا. المتاع، المتاع عباره عن كربله واحده، ميم واحد يعني المتاع كربله واحده زي ما حضراتكم شايفين كده، بيتكون من كربله واحده والمتاع علوي والوضع المشيمي حاجه. تمام؟ يبقى احنا عندنا هنا القانون الزهري مجموعه رموز اتفقت عليها الدول بتوصف لي الزهره باختصار زي ما حضراتكم شايفين كده. المسقط الزهري هو عباره عن قطاع في البرعم الزهري للزهره، بيوضح لي وضع المحيطات الايه؟ الزهريه. ايه المحيطات الزهريه؟ اللي هي الكاس والتويج والطلع والمتاع. دلوقتي هنكمل مع حضراتكم وهناخد العائله النجيليه. احنا خدنا العائله الفراشيه، خدنا القانون الزهري وخدنا المسقط الزهري. هناخد برضو القانون الزهري والمسقط الزهري للعائله النجيليه. خدنا الفراشيه مثليها الفول، هناخد هنا مثليها الايه؟ القمح. طيب القانون الزهري، ها قلنا علامه في البيع على طول اوتوماتيك هنقول الزهره ايه؟ وحده التناسب. طيب المذكر مع المؤنث هنا برضو الزهره ايه؟ الزهره خنسه. طب الغل ده اللي هو مين بقى؟ اللي هو الغلاف الذهبي. التحد الكاس مع التويج وادوني حاجه اسمها الغلاف الذهبي. يبقى هنا لما يقول لي غل يبقى اعرف على طول ان التويج والكاس التحموا الاثنين مع بعض وبقى اسمهم الغلاف الايه؟ الغلاف الزهري، عباره عن اثنين ملتحمين واثنين سايبين. تمام؟ طيب الطلع بعد كده، الطلع عباره عن ثلاث اجزيه، عباره عن ثلاث اجزيه. المتاع علوي، لما يديني شرطه كده تحت الميم يبقى المتاع علوي، الشرطه فوق الميم يبقى المتاع سفلي. هنا المتاع علوي عباره عن كربلتين. قلنا الوضع المشيمي ايه؟ قاعدي في نبات القمح اللي هو كان مثال للعائله النجديه. نبص هنا للمسقط الزهري، ها هنا برضو الغلاف الزهري عباره عن اثنين ملتحمين واثنين سايبين. نيجي للطلع عباره عن ثلاث اجزيه زي ما حضراتكم شايفين كده. المتاع عباره عن كربلتين، والمتاع ايه؟ والمتاع علوي في القمح. وبكده نبقى وصلنا ل
لاخر درس الزهره. نتمنى ان حضراتكم تفهموه، يبقى سهل وبسيط، ونتمنى ان يعني تكون معلوماتنا كده وصلت بسهوله. هنعرف الزهره، هنشوف المحيطات الزهريه ووظيفه كل محيط واسم كل محيط، ونتعرف على طبعا الاوضاع المشيميه للزهره، ونعرف القانون الزهري، ونعرف المسقط الزهري. الى اللقاء في حصه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.